اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في ثاني حلقات برنامج من الامارات لهذا الاسبوع. مواضيع متنوعه سنتطرق لها خلال فقرات البرنامج، لكن البدايه بالعناوين. شباب الاهلي والشارقه يعودان الى سكه الانتصارات. مواجهة الرقم الصعب فخر العاصمة في ضيافة الزعيم. إنجازات متواصلة لسنوكر الإمارات. الكتاب الرياضي حاضر في معرض الشارقة الدولي للكتاب. بناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، سباق مضمار الشارقة لونجين الأول للموسم 2019-2020. السباق ينطلق غدا على مضمار سباق الخيل في النادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات الحالي في نادي الشارقة للفروسية والسباق. طبعا خالد، دعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لرياضة الفروسية وأيضا لنادي خلينا نقول الشارقة للفروسية والسباق. بالتحديد إيمان، هذا النادي وهذه الرياضة بالتحديد اللي تجد قبول كبير في الوسط الرياضي، الاهتمام فيها بدأ بانطلاق المنافسات من الجمال الخيل إلى منافسات المضمار إلى قفز الحواجز، منافسات منوعة تقام على في هذا النادي، وجهود كبيرة أيضا من القائمين عليه في تطوير المسابقات، في استقطاب لاعبين، في استقطاب مواهب، لا سيما بأن أبطال الإمارات في رياضة الفروسية بالتحديد حققوا إنجازات مميزة خلال الموسم الماضي. أكيد طبعا خالد، قام السباق خلينا نقول بمشاركة قوية، ما ننسى للخيول العربية الأصيلة، وأيضا هناك خيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة والأصلية، وأيضا بمجموع 92 خلينا نقول جوادا. المشاركة اتسعت بشكل أكبر، كانت مقتصرة على الجانب المحلي، انتشرت عربيا، اليوم المنافسة حاضرة وبشكل كبير عالميا في هذا السباق بالتحديد اللي تحمل منافسات إثارة كبيرة وندية، وبإذن الله جميع هذه المنافسات راح تكون منقولة مباشرة على شاشة الشارقة الرياضية. خلينا ننتقل إيمان لمنافسات دوري الخليج العربي للمحترفين في جولته السادسة، حيث استعاد الشارقة صدارة الترتيب بعد فوزه بصعوبة على الفجيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الشارقة. فيما حقق اتحاد كلباء فوزا صعبا على ضيفه بنياس بهدفين مقابل هدف، أما الوصل فكان على الموعد بتحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم بعد تخطيه ضيفه حتى. من جهته خرج شباب الأهلي منتصرا من موقع أجمان ليعود إلى المركز الثاني مؤقتا.
اظن ان احنا اليوم قدمنا اداء نوعا ما جيد بظل الغيابات. اليوم تلعب بدون محترفين، محترف عندنا اثنين محترفين متعورين وفي غيابات كثيره. اظن ان احنا ادينا مجهود وحاولنا. انت لا تنسى تلعب قدام نادي كبير مثل نادي الاهلي، فالحمد لله على النتيجه. سي ان بارتيدو كونسنتراتو. كانت مباراة مهمة وقوية جدا. أعتقد أننا أحسننا التعامل مع الفرص التي أتيحت لنا، رغم أنه كان بإمكاننا التسجيل أكثر. والله أداء ما كانش سيء يعني، لكن يمكن شوية المباراة كانت عادية، كانت متوسطة وكانت ممكن ترجع للتعادل وهي 2-1. كان اعتقد يعني كان المفروض الفار يتدخل، يمكن كان لنا ضربه جزاء بتاعت فاندر، ما اعرفش الحقيقه، انا شايفها من بعيد، يمكن الحكم اقرب، لكن نفس الكره دي دخلت فينا الهدف الثالث، فشويه خربت شويه المباراه يعني، لكن كنا ممكن نرجع للمباراه بتعادل 2-2. No, ha sido un buen rendimiento, sobre todo el primer tiempo. لا، بخصوص الأداء بصفة عامة نحن كنا الأفضل في المباراة، خاصة في الشوط الأول. ضيعنا الكثير من الفرص وافتقدنا لنوع من الفعالية في فترات اللقاء. أعتقد أن الاحتفاظ بالكرة لوقت أطول كان أمرا مهما للغاية. Sí, bueno, hoy por ejemplo Khalil ha cumplido sus primeros 90 minutos y lo ha hecho. نعم، الآن أعتقد شخصياً أنه يجب التعامل مع الوضع بذكاء. أشركت أحمد خليل وإسماعيل الحمادي منذ البداية. صحيح في كل مباراة نلعب بنقص عددي، لكن يجب أن نتعامل مع الوضع ونؤدي بشكل جيد. لكن إيمان الأبرز في هذه الجولة في افتتاحيتها بأن الشارقة عاد مجددا إلى طريق الانتصارات بعد الجولة الماضية، وشباب الأهلي أيضا تجاوز تعثره في الجولة الماضية أمام فريق النصر، حقق انتصار. تستمر المطاردة ما بين الفريقين والصراع على القمة. أكيد طبعا، ما ننسى اتحاد كلباء خالد، هو أيضا وجد نفسه بعد عودته لتحقيق الانتصارات اللي فاز على بنياس ب2-1. أكيد طبعا، مع تبديل المدرب في صفوف اتحاد كلباء، إيمان كان له مفعول السحر على أداء اللاعبين. الكل يتحدث، النقاد والمتابعين، بأن التغيير في الإدارة الفنية للفريق دائما تعطي تغيير نفسي للاعبين، أعطتهم حافز في الجولة الماضية. استمر هذا الحافز حتى الجولة الحالية اللي حقق فيها اتحاد كلبة انتصار. عموما إذا نستذكر الموسم الماضي، اتحاد كلبة كان مميز في الدور الأول. أكيد طبعا خالد، لو نبي نتكلم عن الفجيرة، خلينا نقول الجريح اللي بعد ما خسر أمام العين بسباعية، وأيضا هو يخسر أمام الشارقة الآن، لكن أداءه كان أفضل من مواجهته السابقة أمام العين. خسارة بالسبعة كانت مؤثرة بشكل كبير على أداء الفريق. بالمناسبة كنا في الجولات الأولى إما نتحدث عن بداية استثنائية لفريق الفجيرة في هذا الموسم، لكن التعثر في أكثر من مناسبة قد يضر بشكل الفريق وفي بدايته القوية. في مباراة أمس حتى ما قبل هذا الهدف اللي جاء بنيران صديقة طبعا من جانب مدافع فريق الفجيرة، كان يقدم أداء مميز حتى رغم الطرد العددي. فريق كان يلعب ناقص حتى من الشوط الأول، وحتى لو نقص في خلينا نقول عدد اللاعبين أو في نصهم عندهم إصابات، لكن اللاعبين بعد اللي موجودين يعني ما شاء الله يكفون يوفون ويحاولون قد ما يقدرون. أكيد طبعا قاتلوا باقي اللاعبين، لكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى لفريق الفجيرة التوفيق في الجولات القادمة، أيضا لفريق بنياس اللي تعثر أمام فريق اتحاد كلباء، وعجمان اللي تعثر أمام شباب الأهلي. اتحاد كلباء ميزته أنه حصل ركلتين جزاء في المباراة، منحت الفريق الانتصار في هذه الجولة. ما زال اتحاد كلباء يقدم نفس الأداء المثالي أمام فرق المحترفين،
لكن بنياس بقيادة شايفر يبدو أن بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق. أكيد مثل ما نشوف الوصل خالد في الطريق الصحيح، خلينا نقول بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، فوز خلينا نقول ارتقى بالفريق للمركز الثامن بعد ما احتل الفريق المركز الأخير في الجولات طبعا الماضية. أكيد كان فريق الوصل إيمان يعاني في ملعبه أيضا هناك في زعبيل بعد ما كان متعادل وتعرض لطرد خالد سبيل في شوط المباراة الأول بعدها عاد. خلينا نتحدث عن هذا الهدف إيمان، هو هدف علي سالمين اللي سجله وهو هدف الثالث في شباك فريق حتى كان هدف مارادوني، انطلق من منطقة جزاء فريقه اللي هو فريق الوصل حتى منطقة جزاء حتى انفرد بالحارس، سجلها بطريقة جميلة ومميزة وكانت مباراة قوية خالد. أكيد طبعا. بالنسبة للمواجهة الثالثة هاي اللي هي شباب الأهلي، عودة إسماعيل حمادي للتهديف وظهوره بهذه الصورة المميزة أبرز أعتقد مكتسبات أروى بارينا في المواجهة. خلينا نشوف مشاهدينا العديد من اللقاءات التي أجريت على هامش مواجهات أمس. أداء الشوط الأول نتيجة في الشوط الأول، الشوط الثاني النتيجة كانت طيبة بس الأداء أنا مش راضي عن الأداء صراحة. الشوط الثاني يمكن نقول ليش من فريق الخصم ينطرد، المجهود يضاف عند الفريق الثاني، هاي حال كرة القدم. الحمد لله أهم شيء قدرنا ناخذ 3 نقاط وهذا هو المطلوب. أكيد يعني أنت شفت مباراتنا الماضية مع الجزيرة لولا الأخطاء الصغيرة اللي صارت من الإخوان اللي كانوا موجودين، لكن الحمد لله على كل شيء. أهم شيء روح الفريق الموجودة، الشغل الموجود هذا هو الزبدة في الموضوع. أعطيهم العاب الشباب ما قصروا، إن شاء الله نستمر هاي الروح. والله بالعكس بنياس ما احتج، وتلاحظ في الشوط الثاني بدينا بعنصر ناقص، مع ذلك قدرنا نسجل وكنا نقدر نسجل الثاني وكنا نقدر نسجل الثاني نسجل الثالث والرابع والخامس. بنياس بمن حضر ما 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 في أقلية في بنياس، لكن الحمد لله على كل حال. صحيح، شو الفائدة يعني تستهوذ آخر شيء ما تخلص الكرة، ولو الفريق بعد ناقص، فريق الوصل ناقص 10 لعيبة المفروض أنت تخلص المباراة، بس يلا الحمد لله. شو رأيك؟ شو سبب المشكلة؟ المشكلة مدرب صراحة اليوم. خص فريقنا إحنا، أنت ما يهم حين سوى أداء ولا غيره، يهم إنك أنت 3 نقاط نقطة تسرق النقاط بأي طريقة. بس اليوم المباراة أنا أقول لك المدرب خبصها. يعني الفريق ماشي، فريق الوصل مستسلم، فريق الوصل يقول لك انا خلاص تعال هات وهات اقوال، تصير تطلع محترف وتدخل لي فيكتور. مدرب ما شو كان تفكيره ما نعرف، يعني هو المدرب انا اقول لك غير المدرب ما في. شوف اليوم نحن فزنا لكن لعب ما في صراحه، ما في لعب اليوم. انت فزت شو يعني؟ نحن ما اعرف شو اللي كان ناقصهم عشان يلعبون هاللعب قبل الطرد. قبل الطرد انت ما سويت اي شيء، غلطه من فريق حتى ارتدت وكملها المدافع والأقوال الثانية عقب ما أدري شو ياهم. بس إن شاء الله نتمنى بس الروح ترد للوصل. الحمد لله وشكر طلعنا بخسارة، ما أقول لك لا، المفروض نطلع مو بتعادل بفوز، عندهم لاعب مطرود. ما أقول لك بداية الدوري لازم نجلس بعض نحل المشكلة هاي، بالعكس نحن نستحوذ نمشي وفريقنا منتظم بس يباله حد يسجل. أنا ما ألوم المهاجم، لا ألوم من حارس لين المهاجم وأنا وياهم. أنا أقول لك يبالنا قاعدة ونجلس وإن شاء الله. Yes, of course. We're very, very happy because the second victory. نحن سعداء جدا بسبب الفوز الثاني لنا، واليوم الفريق قدم أداء كبيرا. خسرنا لاعب لكننا بقينا أقوياء وخرجنا بال3 نقاط. And we come out with 3 points. طبعا خالد مثل ما شفنا آراء الجماهير رغم فوز الوصل، لكن الجماهير غير راضية خالد على أداء اللاعبين. أكيد طبعا الأداء يمكن لم يكن مقنعا بالنسبة لجماهير الوصل، لكن في بعض الأحيان وفي ظل ظروف المباراة أن يحقق الفريق انتصار ب10 لاعبين أمام فريق مثل حتى شاهدنا في الجولة الماضية أمام الشارقة يقدم أداء مميز جدا، أعتقد مكسب استمرار هذه الروح مطلوبة في فريق الوصل ليعود الوصل كما عهدناه دائما واحد من الفرق العنيدة في دورينا والمنافسة دائما على الألقاب. وأهم شيء يرضي جماهيره. أكيد طبعا.
إذن بعد يوم أول من إثارة دوري الخليج العربي من خلال الجولة السادسة وبعيدا عن قمة أبو ظبي، سيكون الموعد مع صدامين آخرين من صدامات الجولة من خلال مواجهتين تمثل نقاطهما أهمية كبيرة لمتنافسيها. نتابع. بعد افتتاحية ويوم أول قيل أنه ناري، منعطفة دوري الخليج العربي من خلال الجولة السادسة ويومها الثاني، طموح أنديتها وصراع منافستها تزداد يوماً بعد يوم. عنا بالوحدة وأصفر الظفرة، وإن كانت نتائجهما تصنف في خانة المتوسطة جداً من خلال تحقيق الأول لست نقاط فقط من خلال خمسة جولات والثاني لسبعة نقاط، تعتبر محطة استاد النهيان فرصة بالنسبة للوحدة لتحقيق الزاد كاملاً وتجاوز منافسه في جدول الترتيب، في حين الضيف طموحه لا يختلف عن المستضيف بل يزيده بتعميق الفارق أكثر في حالة الفوز. الصاعد الجديد للدور الأضواء أخضر خرفكان، وإن كان على بدايته خمسة جولات فقط لم يتذوق فيها طعم الفوز، يمني النفس في تحقيق ذلك عند استقبال عميد الأندية أزرق النصر في مباراة وإن كانت بلغة الأرقام والتوقعات تميل لممثل دبي، إلا أن إرادة تحقيق الفوز قد تكون الفاصلة في تحديد نتيجة المباراة. إذن خالد، تستكمل مواجهات الجولة حيث سيلتقي خرفكان مع النصر والوحدة أمام الظفرة. أعتقد مواجهة صعبة بالنسبة لخرفكان، بالنسبة لخرفكان على استاد آل مكتوم أمام فريق حقق انتصارين متتاليين يملك الرغبة في الاستمرار في نتائج الإيجابية. العامل المشترك ما بين الفريقين هو تبديل المدربين، فريقين بدلوا المدربين وتحسنت نوعا ما نتائجهم السلبيه. اكيد خرفكان تعادل في الجوله الماضيه، النصر منتشي بفوز على شباب الاهلي في الجوله. اكيد طبعا مثل ما قلت خالد، خرفكان يسعى لتحقيق اول فوز له خلينا نقول في الدوري، خلينا نقول يبقى ايضا هو في الفريق الوحيد اللي لم يحقق اي فوز لحد الان. اكيد طبعا خرفكان اعتقد مهمته راح تكون اصعب على اعتبار ان في روح معنويه جديده في فريق النصر وانتصارين متتاليين وعلى ملعب النصر دائما يكون خصم عنيد. نتمنى التوفيق للفريقين في أن تظهر المواجهة بصورة لائقة ومثيرة كما شاهدناها في مواجهات أمس. أكيد لو بنتكلم عن النصر خالد، طبعا مثل ما قلت النصر عاد إلى سكة الانتصارات وجمهور العميد بلا شك خلينا نقول سعيد بهاي النتائج. رجعوا الجماهير نوعا ما للمدرجات إيما في الجولات الماضية، شاهدنا حضور جماهيري مميز لفريق النصر وجماهيره في الجولة الماضية. نتمنى أيضا من ضمن المبادرات اللي قدمها نادي خرفكان لجماهيره أنه وفر حافلات لنقل الجماهير إلى استاد آل مكتوم لمساندة الفريق، يعني يوم جمعة وأعتقد الأجواء بدأت نوعا ما تكون جميلة ولطيفة، ما حد عنده عذر اليوم أكيد، وفي يعني مبادرات جميلة لجذب الجماهير في المدرجات، نتمنى يكون فيها جماهير المباراة إن شاء الله. أيضا مواجهة ثانية إيمان راح تجمع ما بين الوحدة والظفرة، وبالمناسبة الوحدة بعد انتصاره الجميل والمميز على حساب عجمان في الجولة الرباعية كانت أكيد هو يبحث عن الاستمرار بنفس النسق بقيادة مدربة. أكيد طبعا خلينا نقول تحقيق الفوز خالد من شأنه يكون دافعا ناريا لعودة الوحدة أكيد طبعا وبقوة. أكيد طبعا، لكن الظفرة أيضا خصم ليس بالسهل، نتمنى التوفيق للفريقين. إيمان خلينا نتحول للمباراة اللي تعتبر هي قمة الجولة السادسة، حيث سيشهد أستاد هزاع بن زايد صداما جديدا من صدامات قمم أوروبا قمم أبو ظبي الكروية بين العين والجزيرة. إذن خالد، قمة ينتظرها الجميع نظرا لقيمتها الفنية والجماهيرية، تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
هي ليست بالمباراة العادية في قاموس كرة القدم الإماراتية ولا حتى الخليجية والعربية. ألوانها حملتها نجوم عالمية في فترات زمنية سابقة وحتى حالية، ليست بالطبيعية من حيث إثارة تفاصيلها وجماهيرها ذات الروح العالية في الانتماء إلى كيانات قيل أنها أحد أسس الكرة الإماراتية. قمة الجولة وختامها بين العين والجزيرة على أرضية هزاع بن زايد ستاديوم، تعتبر نقاطها من ذهب بالنسبة للناديين، كيف لا وهما من يبحثان عن لقب الدوري في نسخة هذا العام. البنفسج وبعد فوز عريض بسباعية كاملة على أرضية ملعب الفجيرة يطمح لإبقاء نقاط المباراة على أرضيته وبين جماهيره، خاصة واستعادته لواحد من نجوم النادي. الأمر هنا يتعلق بكايو كانيدو. في المقابل برايد أوف أبو ظبي المدجج بمجموعة من النجوم والعائد من فوز مهم خارج أرضه، الأنظار كلها ستصب نحو لاعب واحد ووحيد ألا وهو عمر عبد الرحمن، في مباراة ينتظر أن تكون مليئة بالمشاعر للاعب يعرف جيدا أرضية ملعب سيحتضنه بروحه في انتظار ردة فعل مدرجاته التي ستعرف عند بداية الموعد المنتظر. طبعا خالد، اليوم نعتبرها مواجهة الرقم الصعب بين العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، لأول مرة طبعا سيلعب عموري على استاد هزاع بألوان فريق آخر. أكيد طبعا هي مواجهة تحمل خلنا نقول معاني عديدة، خصوصا أنها راح تكون حاسمة نوعا ما ما بين فريقين ينافسون ويرغبون طبعا في المنافسة على لقب الدوري سواء العين أو حتى الجزيرة. الفريقين معنوياتهم عالية جدا وقادمين من نتائج إيجابية، الفريقين يملكان نجوم، لذلك هي تعتبر واحدة من قمم دورينا اللي راح تكون طبعا مشاهدة من قبل كل الجماهير والمتابعين. أكيد. إيمان، احنا بالمناسبة طرحنا سؤال على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، السؤال كان كالتالي: من يحسم قمة الجولة السادسة في دورينا؟ الردود كانت متنوعة نوعا ما، يعني ما بين العيناوي طبعا دائما مع العين، الجماعة أغلبهم يعني في جماهير الفرق الثانية بالمناسبة إيمان ترجح لي أن يكون التعادل. منصور العين يقول الزعيم راح ينتصر بأربعة أهداف، اللي يقول لك تعادل أيضا التعادل، ومبخوت طبعا واحد من نجوم فريق الجزيرة واللي متوقع له أن يتألق بشكل كبير. أيضا رعد الشمري يقول العين وبرباعية الفوز. أعتقد صعب تسجيل أربع أهداف في مرمى فريق بحجم الجزيرة. أكيد طبعا. اللي لفتني أكثر خالد في التواصل الاجتماعي كان في هاشتاج من مشجعي الفريقين، جماهير العين أطلقت هاشتاج ليلة الرقم الصعب، وأيضا اللي رد على جماهير الجزيرة عموري الرقم الصعب. دائما جماهير الجزيرة تراهن على عموري اللي هو اللاعب السابق طبعا في صفوف العين أنه يتألق. حتى اللحظة أنا أقول رغم ما قدمه عموري مع فريق الجزيرة إلا أن المنتظر منه أكبر، على اعتباره أنه واحد بالنجوم كرة القدم في دورينا. نتمنى التوفيق للفريقين في تقديم كرة قدم جميلة تليق بكرة القدم الإماراتية، على اعتبار أن المشاهدة لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، متابعينا من كل دول العالم
راح يكونون طبعا متابعين لهذه المباراة. أكيد طبعا خالد، العين مجبر خلينا نقول اليوم على الفوز لاستعادة مركز الوصافة. أكيد طبعا العين وأيضا الجزيرة بعد ما دخل في الجولة الماضية في حسابات المنافسة وضمن الأربعة الكبار، هو يبحث هو الآخر عن مكان لنفسه في الفرق المنافسة. كل الترشيحات السابقة قبل بداية الجزيرة لهذا الموسم لابد أن يترجمها في مواجهات القمة، اللي هي المواجهات اللي تجمعها مع كل من الوحدة، العين، أيضا فرق الشارقة. بالمناسبة الجزيرة بعد مواجهة العين عنده مواجهة صعبة أخرى بتكون أمام المتصدر فريق الشارقة، فتخيلي أن فريق الجزيرة يحقق انتصارين قد شاهده في قمة الدوري. أكيد طبعا خالد، أيضا أبرز نقطة خلنا لو نتحدث عنها ستكون اليوم عموري والعين أو عموري في استاد هزاع، اللي شفنا في التواصل الاجتماعي كامل يتحدث عن هاي النقطة، كيف سيكون لقاء الكبيرين، جمهور عندك، ملعب ولاعب وتاريخ. أكيد طبعا. بالمناسبة إيمان، يعني في عصر الاحتراف اليوم واللي نعيشه أصبح من الطبيعي أن ينتقل لاعب ينتمي لأي نادي إلى نادي آخر. عرفنا عموري طبعا خلال السنوات الماضية بقميص العين، جميل أن نشوفها بقميص الجزيرة، ونتمنى نشاهده يقدم نفس الأداء اللي كان يقدمه مع العين. كان لاعب له وزن في وسط الملعب ويمثل نقطة قوة لفريق العين، اليوم هو يمثل نقطة قوة للجزيرة. إذا نستكمل أخبارنا خالد، لعبة السنوكر قد لا تحظى بشعبية كبيرة في وسطنا الرياضي، إلا أن منافساتها لا تقل عن أي لعبة أخرى في عالم الرياضة. سنوكر الإمارات يحظى بدعم متواصل من أجل الوصول باللعبة إلى مصافي محترفي العالم. التقرير التالي يوضح لنا أكثر هذه التفاصيل. السنوكر لعبة رياضية قديمة تتميز بالتكتيك والتكنيك الرفيع المستوى، لأنها مبنية على النظريات الهندسية السليمة التي تتطلب حدة ذكاء وعمق تفكير وهدوء الأعصاب، مما يعني أنها لعبة رياضية فنية وعقلية. يتم اختيار اللاعبين السنوكر ابتداء من 6 سنوات وعلى 3 أعمار تقريبا، 6 سنوات لين 10، ومن 10 تقريبا رايح لين 20، لأن في بطولات خارجية اللي هي الأندر 21 ناشئين، فتقدر تدخل بكذا لاعب فتعدهم على أول شيء يشاركون في بطولات الناشئين، وبعدين على طول على المراحل الثانية إن شاء الله وتدخل على طول يعني في البطولات الثانية اللي هي بطولات الرجال. تحتاج هذه اللعبة إلى استراتيجية تضعها أمامك للفوز، وقوة تحمل وأعصاب هادئة، ونظرة شاملة وكاملة للطاولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة. طبعا مدة التدريب للاعب المبتدئ إذا بكثر بالكثير 3 ساعات، إنما اللاعبين اللي هم بيدخلون في أجواء البطولات وأجواء المنافسات الخارجية سواء ولا الداخلية، أقل شيء لازم يكون في الدولة 6 ساعات، 6 ساعات يعني تروح من بين 6 ساعات لين 8 ساعات. حققت اللعبة العديد من الألقاب والإنجازات للدولة على جميع الأصعدة الخليجية والعربية والآسيوية، وهذا يتطلب جهد ضخم وعمل دؤوب يقوم به العاملون في اتحاد اللعبة. فيما يتعلق بالدعم، الحمد لله رب العالمين، اليوم تشكيل مجلس الإدارة الجديد اللي حظينا عليه في 2016 برئاسة الشيخ يمع بن مجدوم، اللهم لك الحمد، تقريبا شل عنا هم الدعم، لأن الشيخ الله يجزيه خير دعمنا ماديا ومعنويا في توفير كثير من متطلبات الاتحاد في الفترة هذه الأخيرة، كذلك أخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على رأسهم الأستاذ سلطان الجوكر أمين السر، في استقطاب كثير من الرعاة لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية. تولي الدولة اهتماما كبيرا للعبة، وأسهمت بشكل ملحوظ في جعلها ذات سمعة مرموقة ومكانة كبيرة بفضل التضحيات التي بذلتها الأجيال المتعاقبة، كما هو الحال في كل المجالات.
وللحديث أكثر عن لعبة السنوكر ينضم إلينا في استوديو برنامج من الإمارات لاعب المنتخب الإماراتي للسنوكر كلهم من عبد الرحمن سيف الشامسي وأيضا خالد علي الكمالي. نرحب فيكم ويا هلا وسهلا بكم وسعيدين بتواجدكم. وببدأ منك خالد علي ميني، ببدأ معك، شو الميزة يعني؟ ليش لعبة السنوكر؟ ليش مش البلياردو يعني؟ أنا دائما هذا السؤال اللي نطرحه دائما على محبي هذه اللعبة. طبعا اول شيء في البدايه حاب يعني باسمي وباسم لاعبين المنتخب واعضاء الاتحاد نهدي الفوز والانجاز هذا لرئيس الدوله سمو الشيخ خليفه بن زايد وجميع حكام الامارات. ويعني حاب طبعا اشكر قناه شارجه على الاستضافه الطيبه هذه وحرصها على يعني تغطيه هالانجازات. سؤالك والله صعب شوي لانه يعتمد على الشخص يعني هو شو يحب. يمكن ناس تشوف متعة يعني أكثر في البليارد لأنها سريعة، لما السنوكر يعني تختلف في قوانينها وفي طريقة لعبها، الأجواء يعني اللي لازم تكون أو البيئة يعني اللي مهيئة حق اللعبة هذه بتختلف عن لعبة البليارد. بس يعني الناس تعرف أذواق يعني هي الرغبة يعني كانت موجودة من وانت صغير مثلا في ممارسة هاي اللعبة بالتحديد؟ طبعا طبعا أنا في البداية يعني أول شيء انجذبت أكثر شيء للعبة البليارد أكثر من السنوكر في الحقيقة. بس لكن بعد ما فهمت اللعبة وشفت كان الأجيال اللي قبلنا يلعبون في المنتخب والانجازات اللي حققوها فبديت أتعلق في اللعبة وبديت أفهم يعني قوانينها وهذه، ويعني خلاص انخرطت يعني في اللعبة وبديت ألعبها ومارسها وحبيتها يعني وخلاص. حلو. عبد الرحمن لو حابين تعرف كيف بدت رحلتكم في لعبة السنوكر؟ أنا أشوفها الصراحة اللعبة صعبة يبالها تركيز وايد. ترى هاي ميزتها ترى إن هي يبالها تركيز، يبالها هدوء، طولة بال، يبالها تمرين بعد قوي. بدايتكم كيف كانت في لعبة السنوكر؟ والله أنا بديت سنة 2003، كان الاتحاد يسوي معسكر صيفي في الصيف، نحن كنا صغار، فطبعا إجازة الصيف بدأت إجازة المدرسة. وكنا نتجمع في الصيف ساعتين نتمرن كل يوم، كان في وايد شباب وكذا، استمرينا الحمد لله وكنا نلعب ببلاش. طبعا الناشئ يدور لعب ببلاش وكذا، فالحمد لله استمرينا يعني عقبها. يعني لها قوانين معينه ولا يعني انت قلت نتمرن ونتدرب عليها؟ ايه لا هي القوانين شويه ما اقدر اشرحها بالضبط، لازم تكون على طاوله نفسها. بس هي غير بس عن هي طبعا مختلفه عن البلياردو كليا. ما دام انكم بديتوا ناشئين الحين، شو الحافز في الاستمرار في اللعبة؟ احنا بالمناسبة نتكلم عبد الرحمن عن لعبة عدد ممارسينها محدود، يعني معدود، حتى أماكن ممارستها محدودة. صحيح. يعني ما موجودة وايد يعني ترى السنوكر ما في وايد أندية. نعم. اللي توه يعني من قريب نحن سوينا مقر بس للسنوكر، أما ما شاء الله البليارد انتشر بشكل كبير، موجود في كل مكان يعني حتى في مراكز. صحيح. مش صحيح. مراكز ترفيهية يعني موجودة فيها اللعبة، بس ما نحصل لعبة السنوكر فيها. لأنه طبعا الحين الناشئ يبغى دعم مادي، طبعا انت يوم ولي الامر يبي يودي ولده يلعب لعبه يبغى على الاقل مردود مادي. انت يوم حبي سنوكر ما في مردود مادي، اللهم بس يلعب يقول لك كم بتعطيك راتب، ما في راتب ولا في شيء، بس يعني اللي يحب اللعبه وهذا يستمر. هذه هي. صحيح. اليوم احنا عدد الناشئين عندنا للاسف يعني يمكن واحد او اثنين يعني، اما حتى جيلنا انا وعبد الرحمن يوم مارسنا اللعبه كنا احنا بس الاثنين اللي نلعب، صرنا الشباب تحت 21 سنه. هاي يعني اذا بنتكلم عن المشاكل يعني له الشيخ زايد رحمه الله. هذه كانت بلياردو ولا لا؟ هذه بلياردو. اي بلياردو الصوره. اي الصوره كانت بلياردو. زين خالد، انا ابا اعرف شيء ثاني، شو الفرق ما بين احنا عندنا لعبه السنوكر في دوله الامارات وبما انكم انتم خضتوا منافسات خارج دولة الإمارات، شو الفرق ما بين هذه اللعبة عندنا هنا في الإمارات وخارج الإمارات؟ والله شوف احنا عندنا يعني النشاط يعني يختلف تماما، الاحتكاك يختلف يعني شوف رغم قلة الإمكانيات لكن الاتحاد مو مقصر يعني يحاول قد ما يقدر على الإمكانيات الموجودة يوفر لنا هالأشياء. خارج الدولة انت لو شوف اليوم في الصين يعني عدد اللاعبين المسجلين في الاتحاد ملايين يعني اللاعبين، الشعبية مثل ما قلت احنا اللعبة مو منتشرة عندنا، فهاي الأشياء كلها يعني تقلل النشاط اللي موجود يعني داخل الدولة. أنا أتذكر لما أنا كنت ناشئ سنة من السنين سنتين وراء بعض يعني بطولة واحدة مفتوحة خلال سنتين، هذا شيء أنا كناشئ يعني ما يشجعني إني ألعب باللعبة يعني. صح. لكن
الحمد لله لكن الوضع يعني تعدل يعني. لكن انتوا الحين لاعبين هاللعبه بالمناسبه هي لعبه يعني مثل ما ذكرنا بان ممارسين عدد محدود بالضبط. يعني اذا انت مثلا خالد بيلعب مع عبد الرحمن يعني كيف تطور مهاراتكم؟ ما في احتكاك مع لاعبين ميدان ومنافسات صح. وحتى احنا عندنا مشكله ان من بدينا يعني انا وعبد الرحمن ما كان في مدرب عندنا لحد الان يعني يمكن جابوا لنا مدرب سنه او موسم موسمين يعني لكن يعني هاي الاشياء يعني اذا بتتكلم عن المشاكل في وايد اشياء يعني تعلمت كيف من كيف تحققت اذا كيف تحققت هاي الانجازات الجميله؟ انا شاهدت في التقرير مجموعه انجازات كبيره بالضبط صح. احنا تقدر تقول يعني المجهود الفردي اللي نبذله يعني خصوصا لاعبين المنتخب يعني مجهود جبار يعني صراحه عدد من عدد ساعات التمرين يعني نناقش مع بعض الافكار يعني نسوي اي شيء بس عشان يعني نمثل يعني او نحافظ على الانجاز يعني باسم الامارات قد ما نقدر يعني الحمد لله لان الاجيال اللي قبلنا حافظوا على هاللقب واحنا الحين قاعد نورثوا لنا هالاشياء مستمرين يعني. فيها مستمر. عبد الرحمن طبعا شو خلينا نقول ماذا تحتاج لعبه السنوكر عشان مثلا اللاعب يصل لمرحله الاحتراف؟ وايد اللاعب يحتاج اشياء وايده، تحتاج معسكرات خارجيه واحتكاك وبطولات خارجية كثيرة طبعا بالإضافة للدعم المادي اللي هو طبعا مش موجود كثير بس أهم شيء يكون الاحتكاك والمعسكرات الخارجية يعني مثلا عندنا مشكلة التفاريغ الرياضية مثلا كموظف إذا تجيني مثلا هاي بطولة عربية الأخيرة ما أتفرغ قبلها إلا بأسبوعين مدة أسبوعين مش كافي أن أتمرن كل بطولة قبلها بأسبوعين أتفرغ فمدة مش كافي أصلا عشان مثلا هالسبب ما اروح اشارك بطوله العالم مثلا بطوله اسيا ما اقدر اشارك اقول انا مش مستعد لكن انتم تحققون بالمناسبه انتم تحققون انجازات عبد الرحمن رغم الدعم الضعيف رغم حتى ما في تسليط اعلامي على دوركم يعني انا يدوب حتى ما يعني لما نفتح مثلا تلفزيون او وسيله اعلاميه او وسائل التواصل الاجتماعي او حتى صحيفه نادرا ما اشاهد اخبار للسنوكر الصراحه الاتحاد مو مقصر يعني وعندنا لعيبه كبار مثل محمد مصطفى شهاب محمد الجوكر هم ما شاء الله اصحاب انجازات هم دائما انا وخاي يدعمونا يعني معنويا ويحفزونا ويشجعونا من شيء نحن ماشيين على خطاهم ان شاء الله كيف كانت المنافسات في البطوله شو الفرق اللي واجهتوها حدثنا اكثر عن هاي المنافسات صراحه كانت وايد صعبه البطوله خاصه المنتخب المصري كان وايد قوي على ارضه وطبعا لعيبه اكثر الحمد لله توفقنا والله احنا ثالث سنه على التوالي نحافظ على لقب بطوله الفرق انا وخالد ابنها الحمد لله رغم اختلاف العناصر وابن عناصر المنتخب يعني ساعه ثلاث سنين يعني انا اذا بتكلم ايضا عن طبعا هاي احنا سنستعرض الانجازات اللي حققها هذا المنتخب امالكم انتم تطلعاتكم خالد انتم ما شاء الله بعد يعني شباب صغار ما زال امامكم طريق طويل طبعا احنا دائما لازم نتمنى ان نرفع سقف طموحاتنا دائما نتجاوز حتى الانجازات العربيه طبعا يعني احنا طموحنا يعني ما يوقف على بطوله خليج وعرب لان بطوله الخليج والعرب احنا حققناها يعني الخليج من اتذكر من 16 احنا جايبين 15 والعرب يعني توتال يعني من 15 ايضا 13 او 14 فيعني عدينا هالمرحله اللي هو نشوف على مستوى القاره الحين قاعدين نركز اكثر وخصوصا ان عندنا انجازات على مستوى القاري ايضا يعني عندنا محمد الشهاب حقق يعني اكثر من مره ذهبيه اسيا هذا شيء يعني برهن يعني ان الطموح ما يوقف على العرب هذا احنا بالضبط يعني انا وعبد الرحمن بالعكس طموحنا على المستوى الاسيوي بس نواجه بعض المشاكل مثل ما قال لك الاستعداد ما يكون كافي وفي تحديات نواجهها يعني فان شاء الله يعني تتعدل الامور ان شاء الله كلمه اخيره خالد انتم طبعا بحاجه لان تتسع قاعده ممارسي هذه اللعبه رسالتك اللي حاب يمارس لعبه السنوكر والله رسالتي على الاعلام يعني بالضبط يعني الاعلام لو يعني شوي يعني يسلطون الضوء اكثر على الالعاب الفرديه لان الالعاب الفرديه فيها انجازات كثيره والناس ما تعرفها ليش ان مسلطين الضوء على الالعاب الجماعيه اكثر يعني هذا واقع يعني نشوفه فالإعلام يلعب دور كبير يعني فهذا الإعلام يمكن أنا أقدر أقول 70% يعني من انتشار هذه الألعاب خصوصاً لعبة السنوكر وإحنا الاتحاد يعني مو مقصر يغطي إعلامياً في الاتحاد في الإنستغرام في التويتر في هالأشياء فيديوهات وبالضبط
فالواحد لما يشوف اللعبة كيف تنلعب ممكن يتعلق فيها، فيبغي لها شوي تسليط الضوء إعلاميا يعني. أكيد عبد الرحمن، أنت قلت أن قلة اللاعبين يعني فهذا عامل مهم، رسالة توجهها لجميع المشاهدين اللي يتابعونا الحين ويتابعونكم على الشارقة الرياضية. أتمنى إن شاء الله أن يجربون لعبة السنوكر، لعبة وايد حلوة، وتتسم أنه لازم واحد يكون هادي، يتعلم التركيز، وفيها قوة ذهنية، لازم واحد تكون عنده قوة ذهنية كبيرة. وإن شاء الله يونا نادي سنوكر عندنا في القوز، كل شيء عندهم بلاش إن شاء الله، وحق الناشئين نحن موجودين إن شاء الله نقدر نساعدهم بإذن الله. إحنا نستضيفكم في إنجازات قادمة بإذن الله، نتمناها لكم على الصعيد الشخصي على المستوى القاري بإذن الله، وليش لا الوصول حتى للعالمية طالما أن تملكون هذه الموهبة. أنا شاكر لك تواجد خالد الكمالي، أيضا عبد الرحمن الشامسي، شكرا لتواجدكم في الاستوديو، ونتمنى لكم التوفيق في القادم بإذن الله. شكرا لك. شكرا. يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب حضورا مميزا للكتاب الرياضي بمختلف عناوينه، حيث يعتبر فرصة للقراء وعشاق الرياضة من أجل الزاد التعليمي والتثقيفي في هذا المجال. التفاصيل مع زكريا مستوي الذي تواجد في المعرض. الكتاب الرياضي يعتبر من الإنتاجات الأدبية التي تلقى رواجاً في كثير من دول العالم المتقدمة في المجال الرياضي بالدرجة الأولى. معرض الشارقة الدولي في نسخته 38 أولى اهتماماً كبيراً بهذا المنتوج، حيث يحضر الكتاب الرياضي وبقوة من خلال مختلف دور النشر المنتشرة في المعرض. متوفر بطريقة كتير، يعني أكثر من دار نشر بيعملوا الكتاب الرياضي ويتناولوا الكتاب الرياضي، من أول العملية النفسية للاعب الرياضي والعملية الصحية للاعب الرياضي والحركية والبدنية، بيتناولوا كل شيء باللاعب الرياضي من أول يعالجوا نفسيا إزاي لغاية يتغذى إزاي بيتحرك إزاي، كل دوام بيتناولوا الكتب بتتناول المواضيع دي بالنسبة للكتاب الرياضي. الرياضة والصحة علاقتهما تمثل حلقة مهمة في حياة الإنسان، خاصة إذا كان لاعبا محترفا لرياضة معينة أو ممارسا هاويا لها ولتخصصاتها المختلفة، ما يجعل للكتاب الرياضي الطبي دورا مهما في مصاحبة كل ذلك. تكمن الأهمية في إيصال الكتب من الإصابات الرياضية للعلاج النفسي الرياضي كويس إلى الرياضيين أنفسهم، يعني بهمنا إحنا إنه يوصل الكتاب للرياضي من حيث المعالجات السلوكية في الرياضية، من حيث المعالجات العلاج النفسي، من حيث الإصابات الرياضية برضو، هذا إشي مهم للرياضيين إنه يوصل هاي الأفكار إلهم بشكل صحيح. التشريع في عالم الرياضة يعتبر جزءاً مهماً من المنظومة الرياضية، فمعرفة تفاصيل القانون الرياضي وحيثية مواده وتوثيقها في كتب ضرورة من أجل المعرفة والإلمام بكل ذلك. وبالنسبة للقانون الرياضي بصفة خاصة لا يقل أهمية عن القانون عموماً، سواء مدني أو جزائي أو جنائي أو كذا، لأنه أول شيء بيحفظ للرياضيين حقوقهم، بيحفظ للجهات نفسها التابع لها الرياضيين حقوقهم كلها. أكيد يعني ما في تشريعات ولا في قوانين صدرت إلا ولها فايدة ولها يعني ولها صدى، سواء عند الجهة الرياضية أو المنتسبين إليها. معرض الشارقة الدولي وكعادته يبرز مجدداً اهتمامه بمختلف فئات القراء،
خاصة تلك العاشقة للرياضة وما يتعلق بها من إنتاجات كتابية، ليكون بذلك للكتاب الرياضي بمختلف جوانبه حضوراً مميزاً في معرض الشارقة للكتاب، خاصة وأهمية الرياضة في حياة المجتمع بمختلف فئاته. لقناة الشارقة الرياضية زكريا مستوي من مركز إكسبو الشارقة. طبعا خالد، الكتاب الرياضي يعتبر خلينا نقول ضرورة لمواكبة التقدم اللي تشهد الرياضة. ما يستي خلينا نقول لاعب ما يكون مثقف، هاي مشكلة معظم لاعبين إيمان. احنا عندنا مشكلة في تحفيز او خلى رفع مستوى الوعي بأهمية القراءة، بأهمية المطالعة، بأهمية التعرف على استراتيجيات جديدة في الرياضة بمختلف مناحيها. خذ جولة بالمناسبة إيمان في معرض الكتاب، كانت جميلة جدا تلك الجولة. ملايين الإصدارات الرياضية، كل ما يهم الرياضي سواء من جانب اللياقة البدنية، التربية البدنية، من جانب الصحة أيضا النفسية والرياضية وتحضير اللاعبين وغيرها من الممارسات الرياضية، كان موجودة في عناوين خارجية. أكيد طبعا كل الاطلاع عليها. أكيد طبعا خالد، مثل ما قلت الاهتمام بالجانب الصحي والبدني هاي يعتبر جزء مهم في لكل لاعب خلينا نقول. أكيد طبعا احنا هذه نسعى له دائما عبر وسائل الإعلام إيمان، عبر قناة الشارقة الرياضية احنا وبرنامج من الإمارات ندعو كل رياضيين لزيارة معرض الكتاب، لزيارة هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة اللي تشهدها الإمارة الباسمة هذه الأيام للاستفادة مما تحت وتحويه طبعا من إصدارات ومنشورات. خلينا نتعرف على جديد العناوين والمقالات الصحفية وتفاصيلها بعد الفاصل. إطلالتنا خالد الصحفية من جريدة الخليج والتي وشحت صدر صفحتها الأولى بالعنوان التالي: النيران الصديقة تنقذ الملك. الكاتب قال أن الملك احتاج إلى مهارة خاصة من لاعب ريان مندريز وهدف من نيران صديقة يفوز بصعوبة 2-1 على الفجيرة في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي، وبقى الملك في الصدارة برصيد 16 نقطة بعدما كان متعادلا مع الذئاب حتى الدقيقة 84 قبل أن يتدخل مندريز ويسدد كرة اصطدمت بمدافع الفجيرة ياسر سالم. أكيد ما نقرأ في نفس الجريدة عنوانا آخر قال الكاتب فيه: هدية الحمرية تؤهل شباب الأهلي في كأس الصالات. جاء تأهل شباب الأهلي طبعا من الباب الضيق عندما حول تأخره من ضيفه دبا الحصن إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، رافعا رصيده إلى 6 نقاط ليحل شباب الأهلي ثانيا في المجموعة الأولى خلف البطائح المتأهل بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ويلتقي في نصف النهائي بعد غد الأحد شباب الأهلي مع خورفكان والبطايح مع النصر. والمباريات بالمناسبة أيضا راح تكون موقولة على شاشة الشارقة الرياضية. أكيد، ويلتقي أيضا فريقا الظفرة وخورفكان في 7 من مساء اليوم في نهائي كأس شباب الإمارات لكرة قدم الصالات في نسختها الثانية على ملعب صالة نادي مليحة. وأكد شهاب العوضي مشرف مسابقات المراحل السنية في لجنة كرة الصالات اكتمال ترتيبات حفل الختام، وستكون هناك هدايا أيضا وجوائز إلكترونية للجمهور. لازم طبعا المبادرات الجميلة جدا من جانب اللجنة التنفيذية مستمرة إيمان، وهي أشياء تحفيزية للجماهير أكيد. وبعدين المباراة في داخل صالة مغلقة، يعني ما حد لا عذر أنه
الجو حار أو غيره، لكن نتمنى حضورهم جماهيريا. صحيفة البيان إيمان في نسخة اليوم أبرزت العنوان التالي: جوجيكا المخاطر مع الصقور. طبعا يتطلع المدرب المقدوني جوجيكا الى النجاح في تجربته الجديده مع فريق الامارات لكره القدم وتقديم خبراته التدريبيه هذه المره بدوري الهواء، عكس مشواره السابق عندما تولى مهمه تدريب كل من الظفره وحتى في دوري الكبار. وتنتظر جوجيكا مهمه محفوفه بالمخاطر بدوري الدرجه الاولى الذي ينطلق يوم 8 من الشهر الجاري، خصوصا وان الامارات سيبدا مشواره في دوري الهواء امام فريق الحمريه أحد الفرق المرشحة للصعود لدور الأضواء، كما أن الصقور ما زال تحت وطأة النتائج السلبية التي حققها ضمن الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تلقى الفريق 3 هزائم أمام كل من البطايح والحمرية والعربية. أما صحيفة الإمارات اليوم وفي اهتمامها بأخبار أندية المحترفين نقلت الخبر الذي يظهر على الشاشة بقولها: بني ياس يهدد بالتصعيد بسبب التحكيم. السماوي أصدر بيانا صحفيا عبر موقعها الرسمي هدد فيه بالتصعيد بسبب ما اعتبره تجدد الظلم التحكيمي على الفريق الأول لكرة القدم للمباراة 4 على التوالي وآخرها أمس أمام اتحاد كلباء، وخسر بني ياس خارج ملعبه بهدف لهدفين على يد مضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 6 لدوري الخليج العربي. طبعا جاء في البيان إيمان: تابع بني ياس ما حدث لفريق الكرة من ظلم تحكيمي في مباراته أمام اتحاد كلباء، وإذ أنها المباراة 4 على التوالي التي يتعرض فيها الفريق لظلم واضح باعتراف محللي الكرة وخبراء التحكيم، فإن إدارة النادي تدرس الموقف بعناية وتراجع كافة تفاصيله مع مختلف الإدارات سواء الفنية أو القانونية والاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي والدفاع عنه بالطرق المشروعة. أما قمة الجولة 6 سهرة اليوم قالت فيها أحد عناوين الإمارات اليوم: موعد عاطفي بين عموري الجزراوي والعناوية اليوم. تتجه الأنظار في 8:45 مساء اليوم نحو استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن مواجهة القمة 23 بين العين وضيفها الجزيرة ضمن الجولة 6 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة ستكون فيها كل الأنظار متجهة نحو لاعب وسط فريق الجزيرة الدولي عمر عبد الرحمن عموري الذي واجه فريقها السابق للمرة الأولى في مشواره في موعد عاطفي. ولا يتوقع أن يحصل عموري من جماهير العين على الاستقبال الرائع نفسه الذي طالما وجده في كل مرة تخطو أقدامه على المستطيل الأخضر مرتديا قميص الزعيم، لأن اللاعب يعود هذه المرة بشعار فريق آخر لمواجهتهم، ما يزيد من قلق جماهير أصحاب الأرض لمعرفتهم بقدرات اللاعب وتمريراته الذهبية التي يمكن أن تحول أنصاف المهاجمين لأساطير. وكان نادي العين ألغى بصورة رسمية متابعة حسابات اللاعب عمر عبد الرحمن في كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيار صفقة عودته إلى صفوف الزعيم وانتقاله لصفوف الجزيرة الذي كان بمثابة صدمة كبيرة للجماهير التي لطالما تغنت باسمه وأعجبت بتمريراته وهتفت لتسجيله الأهداف في شباك المنافسين الذي تحول فريق العين ليكون أحدهم اليوم بالنسبة للاعب. صحيفة الاتحاد إيمان وبعيدا عن أجواء الدوري نقلت خبر زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لنادي بني ياس الكاتب، وفي تفاصيل هذا الخبر قال: تفقد مقر النادي ومرافقه المختلفة على هامش زيارته إلى أبوظبي واستقبله اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة بحضور عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات النادي، ورافقه للاطلاع على المقر الرئيسي والصالة الرياضية وبوابة الشرق مول وغيرها من المرافق الحيوية الخاصة بالصرح العملاق. ونقل الرئيس تحيات القيادة العليا للنادي إلى الدكتور أشرف صبحي الذي سبق له العمل مع بني ياس في منصب المدير التنفيذي قبل سنوات، كما حرص الرئيس على الإشادة بالعلاقات الإماراتية المصرية مشيدا كذلك بالكوادر التدريبية المصرية العاملة في بني ياس والتي تمتاز بالكفاءة العالية. طبعا بدوره إيمان أكد الوزير أنه يحمل لبني ياس العديد من المشاعر الخاصة معربا عن سعادته لوجود سفراء رياضيين مصريين يعملون في الصرح الكبير، وهي الأسماء التدريبية المعروفة في مصر وتدل على حسن اختيار بني ياس لها، مؤكدا أن شعار السماوي وأيقوناته دائمة في مكتبه، خاصة أنه أحد المساهمين في صياغة الشعار الحالي للنادي والذي يحمل العديد من المضامين العميقة إلى جانب مشاركته في تصميم الاستاد الخاص بالنادي أثناء فترة عمله. إذن خالد، إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج من الإمارات. بإذن الله نلتقيكم مشاهدينا الأسبوع المقبل في نفس الموعد، إلى اللقاء.